جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تذكر وتقول بأنها سيدة تعاني من آلام في المفاصل وتصلي وهي قاعدة، فهل يجب عليها في مثل هذه الحالة، في مثل حالة السجود، أن تضع شيء أمامها لتسجد عليه، أم ماذا تفعل في حالة السجود؟ أولا أنا لا أرى أن يطلق كلمة سيدة على المرأة، لأن هذا اسم مستحدث أتانا من قبل الغربيين الذين يقدسون النساء ويعطونهن مرتبة فوق المرتبة التي جعلها الله لهن، وإنما يقال امرأة، أنثى، فتاة، وما أشبهها. هذه هي الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا ينبغي أن نعدل عما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانت هذه الكلمة فيها إشعار بتقديس المرأة وتنزيلها فوق منزلتها. وأما سؤالها، تقول بأنها تعاني من آلام في المفاصل نعم، وتصلي وهي قاعدة. وأما سؤالها عن الآلام التي في مفاصلها وأنها لا تستطيع القيام، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمران بن حسين فقال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام، قلنا صلي جالسة، وتكون في حال القيام متربعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تؤمن بالركوع وهي متربعة، ثم إن استطاعت السجود سجدت، وإلا أومأت إيماء أكثر من إيماء الركوع. وليس من السنة أن تضع مخدة تسجد عليها، بل هذا إلى الكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم. جزاكم الله خيرا.